أستاذ محمد علال على هذه المداخلة، نتمنى ألقاك في فرصة قادمة بحول الله. إذن مشاهدنا الكرام، بعد أن تابعنا هذا الاحتفال باليوم الوطني للفنان من تكريم من طرف رئيس الجمهورية لتلة من المبدعين الشباب الذين نالوا جائزة علي معاشي، وكذلك كان هناك حضور لنخبة كبيرة من الفنانين، وكانت هناك كلمة لوزيرة الثقافة والفنون تحدثت فيها عن مستقبل الفن وكذلك الثقافة في الجزائر. نحن متواصلون معكم في البلاد اليوم مشاهدينا الكرام، من الموضوع الأول إلى موضوع آخر نناقش فيه ما أقدمت عليه السلطات العمومية وخصوصا رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة، بحملت أو يخص الموضوع حملت شهادتي الماجستير والدكتوراه توظيفا من خلال فتح منصة رقمية، يعني فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من 5 جوان التسجيل بالمؤسسات الجامعية. إلى أي مدى هذا الإجراء يساهم في إعطاء الجامعة الجزائرية مكانة جديدة وكذلك يكون تجسيدا لتطلعات وكذلك تعهدات رئيس الجمهورية 54، وكان ذلك من خلال السماح بتوظيف هؤلاء الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه بعد أن تخصيص هذه المنصة الرقمية؟ كيف يمكن التسجيل في هذه المنصة وكيف آليات التوظيف وكذلك ضخ الجامعة بكفاءات جزائرية انتظرت فرصتها في التوظيف؟ ما هي المعايير التي تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توظيف هؤلاء الطلبة؟ مشاهدينا الكرام، لمعنا في هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ مراد باضي، وهو المنسق الوطني لاتحاد حاملي الماجستير والدكتوراه. مساء الخير أستاذ باضي. وعليكم السلام أستاذ شريف، بارك الله فيكم على الاستضافة، ونشكر قناة البلاد على الاهتمام بقضية النخب الوطنية. شكرا لك سيدي الكريم، أنت كذلك على تلبية الدعوة. إذن كيف، قبل أن نتحدث تقنيا عن هذه المنصة، كيف استقبلتم وأنتم كنتم تناضلون من أجل هذا المكسب الهام؟ إذن رئيس الجمهورية كان في الموعد وكان في العاد ويعني التزم بتوظيف هذه الفئة، كيف تلقيتم القرار بداية؟ نعم، الحمد لله، يعني بعد نظام الاتحاد الوطني لحامل الماجستير والدكتوراه من أجل توظيف النخب الوطنية حامل الماجستير والدكتوراه، تلقينا يعني قرار سيد رئيس الجمهورية بإدماج يعني المناصب المالية الدائمة عددها 7467 منصب مالي لتوظيف حامل الماجستير والدكتوراه، يعني غير الأجراء كمرحلة أولى ثم المرحلة الثانية مستقبلا وهي الأجراء. تلقينا بارتياح كبير وهو انتصار للدولة الجزائرية، ونتقدم من خلال منبركم الإعلامي الشكر والتقدير والفخر والاعتزاز إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا نشكر وزير التعليم العالي الأستاذ كمال بالداري على الجهود الكبيرة والتواصل الفعال مع النخب الوطنية من خلال الاستقبال والاستماع إلى انشغالنا وقضيتنا وإيصال صوتنا ويعني التكلم عن قضيتنا لدى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد. أستاذ مراد، بخصوص المنصة الرقمية التي تم فتحها من طرف وزارة التعليم العالي بداية من 5 جوان الحالي، كيف تتم الأمور؟ نعم، الأمور تتم بسلاسة يعني بشكل متسارع، بحيث أن وزارة التعليم العالي من خلال بقيادة يعني وزير التعليم العالي أستاذ كمال بالداري أنها تنفذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 و 28 ماي 2023 ابتداء من استحداث منصة إلكترونية حتى يسجل فيها حامل الماجستير والدكتوراه، يعني أنهم يضعون ملفاتهم، ثم بعد ذلك يعني يتم اختيار الجامعات إلى غير ذلك. في العملية الآن كثير من حامل الماجستير والدكتوراه على المستوى الوطني يتفاعلون مع هذه المنصة ويتواصلون، وهي تنتهي تبدأ يعني بتاريخ 5 جوان 2023 وتنتهي إلى غاية 25 جوان 2023، فالعملية تتم بسلاسة وتتم بشكل يعني عملي وبشكل واقعي وبشكل يعني لا يوجد أي إشكال أي مشكلة والحمد لله. أستاذ مراد بادي، يعني نفصل في التقنية تاع التسجيل، لأنه قبل هذه المنصة كان هناك دعوة لتسجيل منصة للحاملين، كيف نفرق بين التسجيل الأولي والتسجيل الثاني الخاص بدفع الملفات على وسط المؤسسات الجامعية؟ نعم، هو من صحيح من تصفى من المجلس 2003 حمد المجلس والمرحلة الثانية، يعني هذه المنصة تتم من خلال وهو العدد 7000
467 التي اتخذ القرار هو السيد رئيس الجمهورية بإدماجهم بمناصب مالية دائمة. الآن يعني العدد هو موجود الآن، وحتى قرار الوزارة يعني الآن نتواصل مع وزارة التعليم العالي من أجل ماذا؟ نحاول ونتحاور ونتواصل من أجل يعني معرفة الأساتذة الغير أجراء حامل الماجستير والدكتوراه لم يسجلوا في المنصة، نقوم بتسجيلهم، والذين تحصلوا أيضا على شهادة الدكتور البطالين يعني غير الأجراء من تاريخ جونفي إلى غاية يومنا هذا، نحاول أن يتم تسجيلهم بالمنصة التي استحدثت بتاريخ 5 جوان 2023. أستاذ بادي، بالنسبة للمعايير، هل يعني أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو البحث العلمي أقول على المعايير والمقاييس التي يتم اعتمادها في توظيف هؤلاء الأساتذة سواء البطالين أو الأجراء كما كنت تتحدث؟ المعايير هي القرار الوزاري 14/2020، وسيتم بناء على مناسبة رسمية لوزارة التعليم العالي في مصر نقطة القرار وستكون ضمن ثلاث نقاط أو أربع نقاط، وأيضا أكثر من الشهادة. منظم هي معايير هي أكاديمية ينظرون إلى بين المعايير الإدارية المعتمدة. يعني كيف تنظرون إلى هذه المعايير؟ يعني هل هي استجابت لتطلعات، يعني هي لتطلعات هذه الفئة التي تحتاجها الجامعة؟ وهي مشكورة يعني في تواصل واستجابة لانشغالنا ولمطالبنا، نحاول أن نحاول ونتواصل ونحاول أن نعدلها. هذا قرار الوزير المنظم للمسابقة، يعني هو قرار يستجيب نوعا ما لانشغالات النخب الوطنية، وسيكون فيه تعديلات مستقبلا حتى يكون يلبي كل انشغالات النخب الوطنية الماجستير والدكتوراه. نشكرك الأستاذ مراد بادي، وأنت المنسق الوطني لاتحاد حاملية الماجستير والدكتوراه، على هذه المداخلة الخاصة بالتسجيل على المنصة الرقمية التي تتواصل كما قلت إلى غاية 25 جوان. مشاهدينا الكرام، نحن معكم في البلاد اليوم بعد أن تابعنا في الجزء الأول موضوعين أو محورين. الأول يتعلق باليوم الوطني للفنان والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية شخصيا وكرم طلة من الفنانين نالوا جائزة علي معاشي، وتابعنا منذ قليل التسجيل على المنصة الرقمية التي تخص فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. أما الجزء الثاني من حلقة البلاد اليوم فنتحدث فيه على موضوع يهم كثير من الطبقة المجتمعية سواء العمال أو المتقاعدين، وهو التعديل الذي طرأ حول هذا القانون، مشروع قانون المعدل لـ 1283 المتعلق بالتقاعد، وكذلك الحديث عن موضوع الذي يكثر كثير حوله التساؤلات، التقاعد النسبي المسبق ودون شرط السن. سنناقش هذا الموضوع بعد فاصل قصير وضيف جديد، ابقوا معنا.